وهنا سيداتي لساتي سادتي حكم اللقاء السيد فريد علي ينهي هذه المباراة بفوز الوصل على حساب الأهلي في الدور ربع النهائي بهدف دون ردك بإمضاء فرانسيسكو إنسي الذي سجل حضور رائع ومميز في شوط المباراة الثاني وكان وراء هذا الهدف الجماهير الوصلوية تنتشي تماما الجماهير الوصلوية تترقب لقاء الوحدة في الدور نصف النهائي يوم 20 مارس بإذن الله مبروك للوصل هذا للأهلي إذا جماهير وصلوية عريضة تحيي هؤلاء اللاعبين تحيي هذه الأسماء الجميلة الرائعة إذا والتحية تذهب مباشرة أيضا إلى فريق العمل بقيادة المعد علي نجم المخرج عارف البيضاء وأيضا التحية تتواصل هناك لمحمد الجاسم بسام اتحاد المطر وهذه أجمل تحياتي من صحابكم بالتعليق على هذا اللقاء علي حميد وأصور الصوت مع محمد الأمير لشيخ المعلقين الأستاذ علي حميد الذي تواصل معكم في هذا اللقاء إذا الإمبراطور الوصلاوي يحسم المسألة.